يعني انا بتحصل لي حاجه غريبه جدا يعني ممكن تكون في ناس كتير برضو من اللي بيشوفونا بتحصل لهم. ابقى قبل وانا في الحقيقه عادي صاحيه بدور على حاجه مش لاقيها، انام احلم بمكانها هي فين، واصحى الاقيها في المكان اللي انا حلمت بيه. هل دي مثلا بيبقى العقل الباطن انا بفكر، ولا ليها علاقه بالاحلام، ولا مالهاش علاقه؟ هي ليها دلالتين. الدلاله الاولانيه ان ممكن العقل الباطن بتاعنا يبتدي يسترجع المعلومات فيبتدي يشوفها ويشوف انت راكنه الحاجه دي فين او تايهه منك فين. ده شق. تمام. الشق الثاني لو انا مش فاكره خالص والموضوع بقى له كام يوم، يعني العقل الباطن ممكن يساعدك من 3 لـ7 ايام في تذكر الاشياء بالذات الضيعه. طيب بعد كده انا مش لاقياها، ممكن تكون رؤيه بقى. رؤية. ممكن تكون رؤيه من الرحمن. يعمل ايه بقى؟ يجيب لك مثلا مكان الحاجه الفلانيه، خاصه لما تكون الحاجات اللي هي قد تسبب حزن. وهو المنام في الاساس ما مش عايز ده، مش عايز يوصلك لمرحله الحزن او الالم او الاسى. تمام. فبيجيب لك الحاجات اللي هي تفرحك. تمام. اكتر منها من الحاجات اللي فيها تعب نفسي يعني. طيب.